على باليش كيفاش حتى وليت هاك. مع الاول يكون شعور خفيف، اي تقرر تتجاهله بلك بالايامات وراح يخف، والله حالة حزن ومع الوقت تروح. صح العكس، تحس روحك شعورك فيه منها الدنيا حابسة، ما تولي تحس بحتى حاجة، والأمور اللي كانت تفرحك ما يولي عندها حتى معنى، وأبسط المهام اللي كنت تديرها تولي متعبة بزاف بالنسبة لي. الشعور يبقى يزيد ويزيد. الحاجة الوحيدة اللي تولي تخمن فيها هي كيفاش توضع حد هذا الشعور. رانا نشوفوا بلي هالظاهرة انتشرت بزاف مؤخرا، والحاجة اللي تخوف انها تشمل جميع فئات المجتمع. بحسب منظمة الصحة العالمية اكثر من 700,000 شخص يموت من تحر في العام، والمشكل انه هالظاهرة راهي في تزايد عددها. اذا كنت تولك شي واحد تعرفه عندها الاعراض مذكورة في الفيديو، من احسن انك تستشير طبيب مختص. وكملوا معنا الفيديو الاخر لانه اخر نقطة هي المهمة، وان شاء الله تستفادوا معنا، ونحتاج تصويتكم في اكبر مسابقة لصناع المحتوى في الوطن العربي. تلقوا الرابط في صندوق الوصف ولا في التعليقات. أول شيء لازم نأخذ بعين الاعتبار ما هو السبب الرئيسي للانتحار. وقبل ما نقول وش هو السبب الرئيسي للانتحار، ماذا بينا نعرف هذا الانتحار وش هو. الانتحار هو عبارة عن دخول الشخص في حالة من فقدان أي أمل في الحياة، تنبني على عدة ظروف سنتحدث عنها في مسيرتي إن شاء الله، تؤدي في الأخير إلى اتخاذ قرار بإزهاق الحياة لأن حياته لم يعد لديها معنى، أي بقاءه على الحياة لم يعد لديه معنى. ما السبب الرئيسي للانتحار؟ في الحقيقة ما نقدرش نتحدثوا على سبب رئيسي واحد للانتحار، وإنما كاين بزاف الأسباب نتاع الانتحار. أول شيء وهو دخول الإنسان في جملة من المشاكل لا يعرف الخروج منها، رقم واحد. رقم اثنين، هذه المشاكل العدة التي تتراكم على الإنسان تؤدي به إلى الدخول في الحيرة، هذه الحيرة تؤدي إلى اضطراب على مستوى الهوية، يعني من أنا في الحياة، ما أريد في الحياة، وإلى ما سأصل إلى الحياة. الأسئلة هذه يجاب عنها دائما بطريقة سوداوية، يعني راك ماشي للا شيء، حياتك ما عندها حتى معنى، موتك كما حياتك، موتك ربما خير من حياتك، ثم تركب بعد فيما بعد يعني في الأخير تتركب عليك عندك أو عند الإنسان هذا المنتحر فكرة أنه الموت هو الحل الوحيد لما يمر به من مشاكل، وبالتالي تبقى فكرة الانتحار، تنتقل من فكرة انتحار سيخضع فيها القرار إلى كيفاش ينتحر. والإشكال في المنتحر أنه ما يظهرش عليه أي علامة أنه يريد أن يقضي على نفسه عند الناس العاديين، لكن بعض التغيرات التي سنتحدث عنها فيما سيأتي، ثم بعد ذلك يقدم على الانتحار لما يجد فرصة مناسبة. ونقصد بالفرصة المناسبة لما ما يكونش كاين أي سبب يجعله يفكر في الحياة تفكيرا إيجابيا. هذا باختصار ما يمكن أن نسميه أسباب الانتحار. الحاجة اللي ما على بالناس بها واللي ما تخليناش نعرفوا نتعاملوا مع الناس اللي مروا بهذه الحالة واللي هي كيفاش يحسوا، تنجم دوك تتعامل مع واحد ما على بالكش كيفاش راه يحس ولا واش راه يخمم. أول شعور يرافق الذي يفكر في الانتحار أو بداية التفكير في الانتحار هو النظرة السوداوية للحياة، السوداوية. ثاني شيء هو أنه الإنسان يدخل في أحد الفترات تاع اكتئاب تؤدي إلى الدخول حقيقة في اضطراب الاكتئاب. الاكتئاب يعتبر واحد من أصعب وأكثر الاضطرابات النفسية الحادة انتشارا في الأرض اليوم في هذا الزمن اللي أنا فيه. أصلا الاكتئاب هو عبارة عن ماذا باختصار بلا ما ندخلكم في المصطلحات العلمية الكبيرة بزاف. الاكتئاب هو عبارة عن موت في الحياة باختصار. إنسان ما يولي يقوم بأي دور يدل على أن هذا الإنسان عنده رغبة في الحياة، عنده شغف في الحياة. المكتئب هذا يخرج تماما من إطار الحياة، كسل شديد، عدم إقبال على الوظائف اليومية، إهمال في النظافة، إهمال في الأكل، أفكار سوداوية، وممكن تلقاه كثير الشرود، كثير الشرود. وتلقى هذا الأمر كله في تزايد مستمر في الريتم نتاعه، كل يوم عن خوه هو يسوء الحال نتاعه أكثر فأكثر. ألعب صح. ثم بعد ذلك تثبت المشكلة الاكتئاب أنه يثبت عند الإنسان في كأس أنه ما عندك حتى معنى في الحياة، ما عندك حتى دور في الحياة. أنت وليت إنسان وميت أفضل منك حي، أنك أنت أصلا تعيش الموت، وبالتالي وش يبقى؟ يبقى فقط أنك تمارس هذا الشيء وترجعه
امر ميداني فيدخل الى الانتحار. وحاجه واحده اخرى واللي مهم بزاف اننا نعرفوها وهي اعراض تاع الشخص الذي يريد الانتحار. قلنا انه الشخص الذي يريد الانتحار ذكرنا في الاسباب بعض الاعراض، نعاود نذكرها بشكل مستقل. اول عرض كما سبق وذكرنا انه ينسحب عن المجتمع. ثاني عرض انه يظهر عنده واحد الانواع من التراجع في نشاطاته المعتاده، كان نشط في الرياضه نلقاه ما تلاش يدير الرياضه، كان نشط في الحركه اليوميه في البيت تختفي عليه هذه الحركه، يبقى بطيء ريتمه في الحياه، يصبح بطيء جدا، اقباله على فعل الضروريات والعادات اليوميه الا بعد لا ياتي الا بعد ما يكون عنده واحد الانسان اللي انسيست عليه دير 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 دير. ايضا يبقى اذا تحدث وهو يكون كثير الصمت لا يتحدث، لكن اذا تحدث تشوف الحديث نتاعو مليء بالسوداويه ويعطيك، وهذا مهم جدا لازم ناخذه بعين الاعتبار، يعطيك واحد الاشارات على انه الموت خير من الحياه. قد يهضر لك على الموت مباشره، لكن قد يهضر لك على انهاء الحياه، يهضر لك على انه الدنيا ما بقى فيها ما يعجب، انه سبحان الله الناس اللي تنتحر راها دارت افضل حل، يعني يبقى يعطيك واحد المؤشرات انه الموت افضل من الحياه. هذه بشكل عام جمله الاعراض التي نراها. يتخذ الانسان القرار في الانتحار لما الافكار السوداويه تصل الى حد القناعه بان الموت الحل الاوحد، ماشي افضل حل، الحل الاوحد للانتهاء من كل ما يدور في دماغه من افكار، لانه خلاص الدماغ نتاعو صار له واحد النوع من الهجوم والهزيمه من طرف الافكار السوداويه وافكار انه لا قيمه له في الحياه. ولهذا يعني تثبت عنده فكره انه ما بعد الحياه اللي هو الموت افضل وسيله للقضاء على كل هذه المعاناه. كما قلت لكم في بدايه الفيديو، هذه الظاهره انتشرت مؤخرا، كنت نشوفها قبل بسنوات قليله، ما كانتش عندنا حاجه اسمها الاكتئاب حاجه. وفي رأي السوشيال ميديا واحدة من أهم الأسباب اللي توصلك لهذه الحالة. مواقع التواصل الاجتماعي للأسف اليوم رجعت هي المواقع الحقيقية، بزاف الناس تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي هي مواقع افتراضية، وهذا للأسف كان زمان في بداية مواقع التواصل الاجتماعي. الآن أصبح الإنسان إذا أردت أن تقضي عليه سواء كان طفل صغير كبير امرأة رجل، نزعم له الهاتف لمدة 24 ساعة يدخل في واحد الحالة شبه هستيرية وبعض الحين حتى حالة هذيانية. لماذا؟ لأنه أصبح عقل الانسان مبرمج على ما تؤدي اليه مواقع التواصل الاجتماعي. نعطيكم مثال، نعطيكم حاجه يعني مراش بسيطه جدا، انه الفيديوهات القصيره تاع اليوتيوب على حسب احصائيات العام الماضي ابريل 2023 خرج عندنا انه 30 مليون فيديو قصير يشاهده الناس عبر العالم، تصور كل يوم 30 مليون تتفرج. ديك 30 مليون تغرس فيك افكار بسيطه، للاسف جل الافكار الموجوده فيها هي افكار حروب، يأس، أفكار تؤدي إلى النظر إلى الذات على أنها ذات قليلة مقارنة بما يصل إليه الناس، لا سيما في فيديوهات التي تبين للناس الحياة النجوم وغيرها. مقارنة الإنسان بما يرى في مواقع التواصل الاجتماعي في الغالب يؤدي إما إلى السوداوية، إما إلى الإحباط، إما إلى الدونية، وكل هذه الأشياء مع تراكمها هي التي تفتح لنا باب على الاكتئاب، وبالتالي تفتح لنا باب على الانتحار، ولذلك حذاري ثم حذاري مما تشاهدون على مواقع التواصل الاجتماعي. اضف الى ذلك انه داخل كل الفيديوهات اللي كنت تفرجهم كاين واحد الاشهارات خافيه ما راكوش تشوفها، تؤدي بك الى تلبس بعض الافكار الخطيره التي قد تؤدي الى انك تكون عبد الكتروني لبعض الافكار. وكان في هذه المناسبه منصة نتفليكس خرجت واحد الشريط في أواخر 2019 كان من إنتاج بعض المهندسين اللي كانوا يخدموا في فيسبوك، وتحدثوا على أمور خطيرة خلال يعني المصفوفات اللي خدمين بها، الماتريس هذو اللي خدمين بهم، عمل تاعهم أنه يخلي الإنسان لا ينام قدر المستطاع، لا ينام لدرجة أنه يدخل في واحد المرحلة تاع إرهاق، ويبدا يدخل يندمج في حياة التواصل الاجتماعي ويحس روحه عايش حياة حقيقية، لكن لما ينزل للواقع يلقى روحه عايش في حياة غير حقيقية. وسجلت عدة حالات من الانتحار، عدت بالمئات، السبب نتاعها هو هذا الشيء. إذا حذري من مواقع التواصل الاجتماعي، وحذري من الإدمان بشكل عام على الهاتف النقال وكل الإلكترونيات، لا سيما مواقع التواصل الاجتماعي. ودركا وصلنا لأهم نقطة، بعد ما عرفنا الأعراض وعرفنا الشعور تاع الإنسان، واش لازم علينا ندير؟ وهذا أمر مهم جدا. إذا كنا نعرفوا الإنسان عنده ميول انتحارية، أول شيء نحاولوا ما نخلوش ينسحب بشكل كبير، نرافقوه. ثاني شيء نحاولوا ان نخلوه يعبر عن نفسه باكبر قدر ممكن، لان الانسان اللي ما يعبرش راح يكبت كيكبت، راح يدخل في
أسئلة وأجوبة ذاتية، والأسئلة بالطبيعة الحال سوداوية، الأجوبة تكون سوداوية أكثر منها، كلها تؤدي إلى أن الموت خير من الحياة. إذا توفقنا في هذا الأمر، توفقنا ما توفقناش، نوسع دائرة المرافقة، نوسعها للأهل، الأصدقاء القدامى اللي كان يحبهم، الأصدقاء في العمل إذا كان يعمل، أصدقاء في الدراسة إذا كان يدرس إلى آخره. لقينا باللي مع كل هذا أنه الإنسان الله ماشي ويزيد في الأفكار أو على الأقل ثابت فيها، ونسبة تراجع نحو الانسحاب راه تزيد، هنا ناخذه مباشرة إلى مختص، ما فيهاش كلام، ناخذه مباشرة إلى مختص ونحاولوا أنه نخلوه في حصص متتابعة ومضبوطة في هذا المجال. وحنا شفنا عدة حالات الحقيقة اللي كان عندها أفكار انتحارية الحمد لله بعد المتابعة النفسية إلى آخره، وبعض الحين اضطرينا حتى نعطوا متابعة دوائية مؤقتة، هذا كله مع الدعم الأسري الحمد لله خرجوا من هذه الحالة ودخلوا بالعكس إلى حالة إنتاج ورجعوا الناس منتجين في المجتمع، بل أفضل من حتى بعض الناس اللي كانوا يعرفوهم قبل ما يتحسن حالتهم النفسية. ونقطة مهمة واحدة أخرى أخوتي، واللي هي دوافع الانتحار، أسكو تختلف بين شخص مراهق وشخص كبير ولا لا؟ أمر بسيط، الإنسان الذي يزيد عمره عن 60 يدخل يعني مرحلة الشيخوخة، الدافع للانتحار عند بعض الناس المنتحرين من هذا السن شفناهم حقيقة، وحدثت بعض الحالات اللي شفناها، أنه يرى أنه لم يعد إنسان ذو جدوى، ما ولات عنده حتى قيمة في الحياة، في حين هذا السبب الرئيسي، وبالتالي ما دام ما عنديش قيمة في الحياة فإن موتي خير من حياتي، فيؤدي هذا إلى الانتحار. بالنسبة للمراهق العكس، يلقى أنه عنده إقبال على الحياة لكن عنده مشكلة دور كيف يؤدي دوره في مقابل رغبته في الحياة، فإذا كان متجنبا يتجنبه الناس يتنمروا عليه يحرموه من الدور الذي يشعر أنه هو كفيل به، تقزيم الذات من طرف الأسرة وغيرها، يعني كلها أشياء تؤدي إلى ماذا؟ أن الحلم نتاعه لا يتحقق، وهو هش الشخصية لا يحسن أنه يرفع من معنويات نفسه بنفسه، فيؤدي هذا إلى الانتحار عنده. ولهذا تختلف، كما عندنا معايير الناحية الاجتماعية، عندنا معايير جودة الحياة، عندنا معايير المعرفية اللي هي المستوى العلمي والمستوى الثقافي، عندنا أيضا معيار السن ومتغير السن واللي هو مهم جدا، وبالتالي يجب أن نعطيه كل إنسان كلفتة أخيرة، لكل إنسان في مراحل النمو نتاعو نعطيه ما يستحق من احتياجات في مراحل النمو، والمرافقة وعدم تقزيم الآخر وعدم ترك الإنسان إلى نفسه وهواه. أبدي كثرت لكم النقاط المهمة، صح هذه أهمه واللي هي البعد الديني واللي عندها تأثير كبير، باش ما توصلش نتيجة لهذه الحالة، وإذا فيها كيفاش تخرج منها؟ عندنا نقطة مهمة أخرى اللي هي البعد الديني، البعد الديني أو الروحاني أو إن صح التعبير بالأدق الإيمانيات، ما دورها في أن يبعد الإنسان نفسه عن الانتحار؟ مهمة جدا كبيرة جدا، لكن نختصرها لكم في ثلاث نقاط. رقم واحد، الإنسان الذي يعلم أن كل حياتك بما فيها من جانب سلبي جانب إيجابي هي حكمة إلهية، يعني قضاء الله وقدره تجاهك أنت هو حكمة إلهية، بمعنى أنه حتى لو كان يصيبك شر، هذا الشر هو ترى انتشر، لكن الحكمة الإلهية تقول أنه فيه خير مختفي، سواء أدركته في الدنيا أو لم تدركه، كاين يوم سميته يوم القيامة ستدرك هذه الحكمة. وكثير من الناس الله عز وجل جاء في عدة آثار عدة أحاديث أنه كثير من الناس يدعون الله عز وجل فلا يستجاب له في الدنيا، ثم يأتوا يوم القيامة الله عز وجل يسألهم هل دعوتني يا عبد؟ نعم دعوتك يا رب. وكيف كانت استجابتك؟ يقول رب العالمين استجبت لي لأشياء ولم تستجب لي أشياء، فيعطيه الله عز وجل بتلك الاستجابات التي دخرها له عطاء عظيما في الجنة. هذا العطاء لما يشوف هذا العبد من عباد الله والذي يخبطه عليه الناس الآخرين يغاروا منه الناس الآخرين، يتمنى أن كل دعوته لو أنها لم تستجب في الدنيا كلها بقت في الآخرة، بمعنى أن المؤمن يعرف بأن قضاء الله وقدره له خير هنا ولهيه، يعني في نهاية الأمر هذه كلها ممر، لو كانت تثبت عند الإنسان هذه الجزئية والقضاء والقدر كله خير ظهر أو لم يظهر في الدنيا أو في الآخرة، هذا أول شيء يمكن أن يستعين به الإنسان باش يقوي هذا الناحية ويشوف لأنه الحياة في حد ذاتها هي محطة فقط. الأمر الثاني الإيمان، هو أنك تعرف أن الله تبارك وتعالى رقيب، ما تحسش روحك وحدك، نعم قد تكون وحدك من الأشخاص، وحدك من الأقارب، وحدك من الأصدقاء، وحدك من الداعمين، لكن عمرك ما راك وحدك من الله عز وجل. كيفاش تحس روحك أن الله تبارك وتعالى يتحدث إليك؟ اقرأ القرآن الكريم، اقرأ القرآن الكريم، ستجد دلالتك في القرآن الكريم حين أنك تقرأ، ولهذا احنا نوصل الناس بختم القرآن ولو مرة في الشهر، تقرأ حزبين في اليوم، تختم القرآن تعاود تختم، كل ما تقرأ تلقى حاجة جديدة، تلقى بعض الأحيان أسئلة موجودة في دماغك إجابتها في القرآن الكريم،
صح لقيت إجابات وبغيت تتحدث مع الله، عندك ثلث ثالث من الليل، عندك أوقات استجابة الدعاء سواء المكانية أو الزمانية، والله يستجيب يستجيب فقط اليقين. الأمر الثالث المهم جدا والذي ينبني عليه ما سبق هو مسألة اليقين في الله عز وجل. وش نقصد باليقين؟ اليقين أنك تكون داير في مخك بلي والله العظيم دعيت ربي سبحانه وتعالى أنت فقير وأنت محتاج وأنت عندك مشروع باغي أنه يتحقق، والله غير يتحقق هذا المشروع. لهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في حديث القدسي عن رب العزة ادعوني ادعو الله، عفوا يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. والله تحسن الظن بالله رب العالمين يعطيكم معجزات. وش عدة حالات الحقيقة اللي كان عندهم أمراض مستعصية حتى صوروا سرطانات في مرحلة الميتاستاز، يعني انتشار سرطان والموت هو مسألة أيام معدودات. تصوروا أن الحالة انعكست تماما وصبح خلايا نتاعه خلايا ماشي فقط سليمة إنما هي خلايا شابة وهو في سن الكهولة وحتى سن الشيخوخة. باش باليقين كثرة الدعاء مع اتخاذ الأسباب بطبيعة الحال، وبعض الأحيان زيارة المقام الشريف في عمرة ولا في حجة والدعاء في بعض المقامات، هذا كله ما يكون إلا باليقين بالله. إذن ثلاث أشياء: الإيمان بأن قضاء الله كله خير ومن لم تأخذ أجره هنا تأخذه في يوم القيامة. الأمر الثاني أنك تعتبر أن الله عز وجل رفيقك الذي تجده في كل وقت، حاجة ما نسمو الله عز وجل رفيق بمفهوم الدنيا، لا، قصدي أن الله رقيب وموجود في كتابه ويتحدث إليك في كتابه وتتحدث إليه سامعك في دعائك. الأمر الثالث اليقين في الله عز وجل يحقق كل المعجزات. هذه أمور ليست كلام لما يمارسها الإنسان هذه حسب الدور تاعها. شكرا بارك الله فيكم، السلام عليكم. في التالي حاجة ما تستاهل أنك تنهي حياتك على جال، ودير في بالك بلي بهذا الفعل رايح تقتل بزاف ناس معك، عائلتك، صحابك، الناس اللي يبغوا. تعلم تقدر أبسط الإنجازات اللي درتها، تقدر النعم اللي عندك تشكر ربي عليها. تعلم تكسب جرعة الدوبامين من الحياة اليومية بطريقة صحية، أنك تمارس الرياضة، تخرج مع صحابك، لأنه هو اللي يخليك تتحرك. بس أنت هذه الجرعة اللي تديها بلا ما تستاهل عن طريق السوشيال ميديا ولا عن طريق عادة سيئة. والحاجة الأهم هي أنك تتقرب من ربك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأنك تأدي فرضك باش ترتاح به باش ترتاح منه. وكان هذا هو فيديو اليوم، إن شاء الله نكونوا كامل استفدنا، ونشكر أي واحد ساعدنا باش خدمنا هذا الفيديو. بارك الله فيكم والسلام عليكم.